كنت متأكدة إنك هتطلب تقابلني عشان تعتذر لي. عن إيه؟ يعني عن الكلام الوحش اللي قلتولي وإحنا في السخنة قبل ما نركب. جايز فعلاً تكوني ما تعرفيش إن أنا كنت نازل أخلص في نفس الأرض اللي اشتريتيها أنت وأخوكي. خالص ولا حتى ياسر. ده هو حتى أكد لي إنه ما يعرفش النعيم في البيعة دي. وصدقتي؟ هكدبه ليه؟ جايز الصورة دي تخليكي تعيدي حساباتك. مين اللي صورنا الصورة دي؟ أنا جاي أسألك نفس السؤال. طب وأنا هعرف منين؟ مين غير أنا وأنت وياسر كان هناك؟ أنت عايز تفهمني إن ياسر هو اللي صورنا الصورة دي؟ قولي لأ. أنت عايز تقنعني إن ياسر صورني أنا وأنت من بعيد؟ إزاي ده كان منزعج جدا وقعد يقولي إيه اللي جاب عيسى هنا وشغل إيه؟ وما كانش مصدق إنها كانت صدفة وفاكر إن إحنا مدبرينها سوا؟ هو كان لازم يعمل كده وإلا هتشكي فيه. لا معلش يا عيسى، انت دماغك راحت لبعيد قوي المره دي. اللي صورنا الصوره دي بعتها لنعيم علشان يرفدني من عنده، وفي نفس الوقت بعتها لسارة عشان تتخانق معايا. مين بقى غير اخوكي من مصلحته يعمل كده؟ انا مش قادره اصدق ان ياسر ممكن يعمل حاجه زي كده. يمكن، بس هتقدري تتاكدي. مليون مبروك عليك يا ريس ارض العين السخنه. حبيبي يا ناصر، الصورة اللي بعتها لنا كانت ايه؟ فيها الشفا. صاحبك عيسى شكله هياخد السكة قريب ويقعد في بيته. اهو اديك برضه خدت مصلحتك، ضربت عصفورين بحجر، طيرت عيسى وخدت العمولة. ده والله يا ريس بس عشان ربك عالم بنقاوة قلبي وحسن نيتي، والله العظيم. وبمناسبة بقى العمولة يا ريس، يعني أتمنى الدفعة الأخيرة تكون جاهزة. لا أي كلام. بلاش يا ناصر، أكيد مش هجي لك. حبيبي لو مش جاهزة والله. حبيبي تسلم لنا كبير والله، يعني ما نتحرمش منك ابدا، يعني كرم كبير والله العظيم. الله يديك الصحه يا رب ويبارك لنا في سعادتك. مظبوطه؟ تمام تمام يا كبيرنا، ان شاء الله يا رب ما نتحرم من ذوقك وشياكتك يا عم الشاكة. طول عمرك برنس. الو طمني يا روحي، عملت ايه؟ شفتهم هم قاعدين مع بعض، والكلب جوزك شفته وهو بيدي الفلوس اللي هو بيبيع بيها. مش قلت لك اني سمعته بوداني وهو بيقول له هاجي لك اخد بقيه نصيبي؟ اطلع على البيت وانا هحصلك على هناك. سلام. طب تصورني مع عيسى وتبعت الصور لنعيم؟ طبعا بقى عيسى هو اللي قال لك كده. ها؟ لسه بتقابليه من ورايا؟ لا اوعى تفهمني انك متضايق ان انا بقابله، ما كنتش خدتني معاك العين السخنه عشان اشوفه هناك وتصورنا من غير ما نعرف. هو انت ازاي بتصدقيه هو مكدبين انا؟ لان مفيش حد غيرك ممكن يعملها، انت اللي كنت هناك. يمكن لو كانت الصور ما راحتش لساره كنت قلت حد تاني بيوقع بينهم. رانيا انا مش مسؤول عن التخريف اللي في مخك دي. انا ما بخرفش يا ياسر، غلطتك وهتدفع ثمنها. مين بقى اللي هيدفعني تمنها؟ الأستاذ عيسى بتاعك؟ ولا أنت هو متفقين عليا مثلا؟ أوه. هو في إيه؟ أختك مالها؟ فيني اللي اسمه عيسى ده لسه بيلعب في دماغ بنتك؟ تاني عيسى في إيه؟ قلت لك قبل كده يا ماما محدش هيبعد عنه غيرك. يا حبيبي افتكرتك جاي الشركة النهاردة. سلمى
يارا تعبانه وسخنه جدا وما قدرتش اوديها المدرسه، مش عارف اعمل ايه. طب خليك جنبها وانا جايه لك حالا. طيب ماشي، سلام. سامح، بقالي اسبوع مش عارف اوصل لك. معلش كنت مشغوله شويه. مشغوله عننا؟ بص انا لازم انزل دلوقتي، نتكلم بعدين. مش هنتكلم بعدين يا سلمى، ومش هتنزلي. عايز افهم انت ليه بتهربي مني؟ هو انت ليه بتقول كده؟ علشان في حاجات كتير قوي مش فاهمها. مش فاهم انت ليه رضيتي لحد دلوقتي انك تتخطبيلي، لا بتردي على الموبايل ولا حتى عايزه تشوفيني. ايه؟ زعلتك في حاجه؟ لو زعلتك في حاجه قوليلي عادي على فكره. سامح احنا فعلا لازم نقعد ونتكلم. هكلمك النهارده بالليل نتفق على ميعاد، بكره او بعده. بس انا لازم انزل دلوقتي عشان الحق مشواري. عن اذنك. يا صباح الهنا. صباح الفل يا قائد. صباح النور. قلبي معاك يا قائد والله. انا لو مكانك كنت اكلت عيسى الفيق ده بسناني. انا مش عارف انت ازاي صابر عليه لغايه دلوقتي. عاوز نرفده يعني ولا ايه؟ ده اقل ما فيها يا كبير، عشان يعرف انك خلاص كشفته وانك مش هتتخدع فيه مره تانيه. واجيب مين بقى مكانه؟ يا باشا انت مش محتاج تجيب حد مكانه. انا سداد، انا دراعك اليمين وفي خدمتك، وان شاء الله بعون الله ايدي في ايدك لحد ما نرجع الارض اللي طارت مننا دي. ومين يعوضني الخساره دي كلها؟ طول ما الشواربي باصص لي في كل شغلانه بخشها. هو الشواربي هيعرف اخبارنا منين بعد ما طردنا الخاين اللي كان وسطينا؟ يعرف من الخاين اللي قاعد قصادي دلوقتي. ايه اللي بتقوله ده يا كبير؟ كنت فين الساعة 8 بالليل؟ كنت في بيتنا. أنت كذاب! أنت كنت قاعد مع ياسر في كافيه. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك كده؟ محدش قال. أنا اللي شفتك بعيني. المرة كان مديك ظرف فيه فلوس وأنت قاعد بتعدها. لا يا باشا أنت فاهم غلط. فهمني أنت الصح. كنت قاعد مع ياسر الليل، والفلوس دي بتاعت إيه؟ أنا ليا واحد صاحبي مسافر ألمانيا من زمان، زمان قوي يعني، وياسر الشواربي له مصلحة هناك في ألمانيا، فأنا كنت يعني بوصل الاتنين في بعض عشان المصلحة تتقضي. لا يا راجل، ومين صاحبك ده بقى؟ ولا هو يعرف مين اللي بصاحب في ألمانيا؟ وبتكلمه من ياما؟ لا مش من ياما، أنا اتعرفت عليه صدفة كده، قابلته صدفة من كام يوم. تصدق إنك صعبان عليا قوي. شوف بقالك كام سنة شغال معايا، مش عارف تكذب كدبه تطلعك من المصيبه اللي انت فيها. يا باشا انا انت خايب، بس خايب. عارف ليه؟ ما عرفتش تلعبها صح. حاولت تكسب الشواربي وتخسرني عيسى، او عيسى هيرجع مكانك وانت هتجري على الشواربي، بس مش هشغلك. عارف ليه؟ هخاف تعمل معايا اللي عملته معايا. نعيم باشا انا ما عملتش حاجه. انت عملت اكثر حاجه ممكن تتعمل. انت من دلوقتي بره شركتي، الفلوس اللي انت خسرتهاني هطفحك بيها الدم. اطلع بره يا باشا. يا باشا انا اطلع بره اقول لك. البنت فعلا سخنه ومش هينفع نستنى اكتر من كده. انا هتصل بالدكتور. طيب انزلي انت الاول. مش هينفع اسيبكم لوحدكم، افرض احتجتني في اي حاجه. يا حبيبتي ما ينفعش الدكتور يجي ويلاقيكي عندي. طيب انا هكلمه وانزل. لا لا اديني رقمه وانا هتصل بيه، خلينا في الامان عشان خاطري. واحنا مالنا بقينا خايفين كده ليه؟ كده احسن يا سلمى، اديني الرقم من فضلك. ماشي، ده رقمه واسمه دكتور كريم. الو مساء الخير يا دكتور. من فضلك انا كنت محتاج حضرتك في زياره منزليه. بنتي سخنة جدا ومش هقدر اجيبها لك العيادة. طيب تمام تمام اوكي يا دكتور، مستني حضرتك. مع السلامة. قال لك ايه؟ معاه اخر كشف هيخلصه يتصل بيا وهديله العنوان ويجي لي على طول. كويس. طيب انزلي انت دلوقتي. خلي بالك من يارا. اوكي حاضر. كان نفسي ما الاقيكيش انا يا سلمى. دكتور سامح انت فاهم غلط،
مفيش غلط اكبر من اللي انا شايفه بعناية دلوقتي. الهانم اللي فاكرها خطيبتي موجوده في شقه واحد تاني. ويا ترى بقى باباكي واخوكي يكون موقفهم ايه دلوقتي؟ قاعد لوحدك ليه؟ ما تخافيش يا ستي، مش بادع عليكي ولا حاجه. لا ما انا منصور حكالي وقال لي ان ياسر هو اللي لعب اللعبه دي كلها علشان يخليك تسيب الشغل عند نعيم. وعشان اسيبك انت كمان. بعت لك صورتي مع رانيا عشان تتخانقي معايا. هي رانيا دي هي سبب كل المصايب دي. رانيا اتضحك عليها، ما كانتش تعرف ان اخوها ممكن يستغلها بالرخص ده. هو انت ليه بتدافع عنها؟ يعني ليه مش عايز تقتنع ان رانيا دي كمان عايزانا نسيب بعض؟ حيث رانيا وياسر هما الاثنين بيلعبوا على وتر الفقر اللي انا وانت غرقانين فيه. ودينا بنحاول نطبش عشان نوصل لاقرب شط وبرضه مش عارفين. طب انا ربنا كرمني ولقيت شغلانه عند ميمي. لما انت بقى بتخانق مع نعيم طبعا الست هانم ما هتصدق انك رجعت تاني تحتاج لها. انا مش محتاج غيرك انت تقفي جنبي وتقويني على كل اللي انا فيه. انت عارف كل ما كنت بتسيب شغلانه بدماغك الناشفه دي، يعني تقعد تقولي بقى الحلال والحرام والاخلاق والمبادئ، انا كنت بقعد اشتمك في سري وكنت بشتم نفسي عشان حبيت واحد فقري زيك. بس لما كنت اقعد مع نفسي بقى وافكر في اللي انت بتقوله كنت اقول ان انت معاك حق والاقي نفسي بحبك اكتر وابقى نفسي ربنا يقدرني واعرف اعمل زيك. انت عملتي اللي اكتر من كده. كفايه انك ما رضيتيش تاخدي من مال 1,000,000 جنيه اللي عرضتهم عليكي ورفضتي اي حاجه تانيه تخلينا نبعد عن بعض. هو ليه ربنا عايز يبعت لنا الناس دول في طريقنا؟ احنا كنا عايشين في حالنا وراضيين باللي احنا فيه. ربنا بعت لنا الناس دي في طريقنا علشان نعرف احنا بنحب بعض قد ايه. وهم مستخسرين فينا حبنا اللي ما حلتناش غيره. مش مهم هم، المهم احنا. نعيم طلع كان بيراقبني وشافني وانا قاعد معاك اخر مره. ويراقبك ليه يا ناصر؟ اكيد في حد قومه عليك. مفيش غيره عيسى الفقي. لقى نفسه هيطرد من الشركه، قال ياخدني معاه في سكته ويسحلني معاه. كان لازم تحرص منه من الاول. معاك حق. بس فرحتي بان نعيم كشف وعرفوا على حقيقته نسيتني انه يحطني في دماغه ويزن على خراب عشي. نوع على ايه بقى دلوقتي؟ انا ماليش غيرك يا زعيم، انت كبرنا وبعدين انا عملت كل ده علشانك. ايوه بس انا برضو ما قصرتش معاك يا ناصر، حقك وصل لك في الميعاد اللي اتفقنا عليه بالظبط. هتفيدني بايه الفلوس يا باشا وانا قاعد في البيت؟ بص يا باشا انا ماليش في عتبة البيت خالص خالص، والحقيقه كده انا جاي لك وطمعان يعني تشغلني معاك، عيني معاك هنا في الشركه، انا خبره برضو وهتعرف تستفيد مني. ايوه بس كده نعيم هيتاكد ان انت كنت بتعمل حاجات لمصلحتي وانت شغال معايا. نعيم اتاكد خلاص وانا ما عنديش امل ارجع له. ماشي يا ناصر، انا هظبط اموري في الشركه وهرد عليك. اتفقنا. مش هوصيك يا باشا، حياه النبي قعدت البيت وحشه وحشه يعني انا ما استحملهاش اقسم بالله. وبعدين انا حنك برضو، انا محنك في السوق وهفيدك. ماشي يا محنك، اتكل. بعد اذنك يا باشا. اتفضل. جيت اصالحك بنفسي. كلامك طلع صح. ناصر هو اللي وصل ياسر للشيخ جاسر وقبض الثمن. غدر بيا بعد ما جبته بالشارع عملت منه بني ادم. اكيد انا السبب. كان حاسس ان انا عايز اخد مكانه في الشركه.
لسه بتدافع عنه بعد اللي عمله؟ بالعكس، مش بدافع عنه، بس بحاول افهم هو عمل كده ليه. عشان واطي ومعندوش اصل. انا مش زعلان عشان الارض اللي ضاعت، والضربه اللي ضربها لي ياسر ردها لي في اقرب فرصه، والخساره هتبقى انت المكسب مكانها، انك مش ترجع له تاني. انا مش عارف اذا كنت هقدر ارجع اشتغل في الشركه عندك تاني ولا لا. وليه لا؟ انا حقيقي شكيت فيك، بس انا عاوزك تعذرني. وخلاص انا عرفت الحقيقه، وجيت لك لغايه عندك عشان طيب بخاطرك. محتاج شويه وقت قبل ما اخد اي خطوه جديده في الشغل. ده عقد جوازنا انا وشريف. زي ما انت شايف عقد باتنين شهود، يعني ما عملناش حاجه حرام. لا حرام ايه، ما تقوليش كده، استغفر الله طبعا، لكن في السر هو اللي حلال عادي. وليد وبابا كانوا رافضين الجوازه. وانا ذنبي ايه هنا؟ تتخطبي لي قدامهم وانتي اصلا متجوزه من وراهم؟ انا خفت ارفضك يشكوا فيا اكتر، وافقت ان انت تيجي تتقدم لي، بس ما كنتش اعرف ان هم هيقروا الفاتحه في نفس القعده. وطبعا طول الفتره دي على امل انك تدوري على اي حاجه نفركش بيها الموضوع بتاعنا، صح؟ مش كده يا سامح، انا لو كنت في ظروف عاديه ما كنتش هلاقي عريس احسن منك. مش مصدقك، والله ما مصدقك يا سلام. كان عادي جدا على فكره تكلميني وتقولي لي تعالى ننزل نتكلم، وساعتها تقولي لي كل الحقيقه، ما كانش يحصل كل اللي حصل ده. عندك حق، بس انا خفت تروح تقول لهم. ودلوقتي مش خايفه ان انا اقول لهم؟ وطبعا هيعرفوا، هيجي وقت اكيد وهيعرفوا. لازم ندور على حل عشان نفركش بيه الخطوبه الوهميه اللي احنا عايشينها دي. عندك حق، بس انا نفسي ده يحصل من غير فضايح. هو ده كل اللي فارق معاكي صح؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ ما عندناش حد يمنعني من الدخول، السكرتير بتاعك متلقى حد في البيت. هو مالهاش شغل لسه ولا ايه؟ من كام يوم راح للشواربي قال له شغلني معاك، بس يا حرام لغايه دلوقتي ما ردش عليه. ومش هيرد عليه، جوزي خلاص كارته اتحرق. طب انا كنت قريبه من هنا وقلت نتغدى سوا. وماله؟ خدي مفتاح البيت وحصليني على هناك، وانا ونصايه واجي لك على هناك. طب والغدا؟ هبعتهولك على هناك. طب ايه رايك النهارده اطبخ لك بايدي؟ ماشي، بس بقول لك ايه؟ بلاش بقى تطبخي لي الحاجات اللي بتعمليها لواد جوزك دي. لا ما تخافش، هعمل لك الاكل اللي بتحبه زي ما بتحبني بالظبط. طب يلا. سلام. بقول لك صحيح. ايه؟ لما تشوفي جوزك بالليل عرفيني انك كنت عندي. ليه؟ يعني جايز يكون حد شافك هنا في الشركة. طيب بس المهم انت متأخرش. ماشي. ايوه عيسى، في ايه؟ فين؟ لا ما جاليش. أنت متأكد إن هو داخل من باب الشركة؟ أخبار سامح إيه؟ الحمد لله. بتشوفوا بعض؟ يعني على حسب ما بنلاقي وقت. غريبة يعني، كأنك مش عارفة حاجة. مش عارفة إيه؟ مش عارفة إن سامح راح لأخوكي وطلب منه إنه يفسخ الخطوبة. ما قاليش إنه هيروح له. إيه اللي حصل؟ مش محتاج تسألني، خطبتوني الواحد وإنتوا عارفيني ما بحبوش. وإنتي بقى فاهمة إن بطريقتك دي هنوافق عن جوازك من شريف؟ بصرف النظر عن شريف،
أنا مش هتجوز سامح. أنت جايبة القوة دي كلها منين؟ أوعي تكوني فاكرة نفسك إن أنت ماسكة عليا زلة عشان عرفتي بجوازي من نوال. أنت حرة تتجوز نوال، وأنا حرة ما أتجوزش سامح. عملت معاه ايه؟ ما اتفاجئتش يعني ان سامح جالك ولا حاجه؟ عشان هي اللي ضغطت عليه يعمل كده. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ سيب لنا بقى المشوار ده، وانا قريب قوي هجيب لك اخر. مالك؟ من ساعة ما جيت وانت مش معايا خالص. عيسى الفقي جالي النهارده شركه، شكله كده شافك عندي. يا نهار اسود، انت متاكد؟ ما عداش عليا قبل ما يمشي، كلمته كذا مره ومش بيرد عليا خالص. ما يمكن يكون في سبب تاني. ما انا بكلمه عشان اعرف ايه هو السبب التاني. طب وليه ما قلتليش من ساعتها؟ مش عاوز عليك يا حبيبتي. طيب هو عيسى ده ممكن يبلغ ناصر بحاجه زي دي؟ مش عارف، عشان كده كنت عاوز اسالك لو كان ناصر كلمه اليومين اللي فات ولا لا. ناصر قاعد لوحده طول الوقت، أنا نفسي ما بعرفش أقعد معاه، ولا أعرف بيكلم مين، ولا بيقابل مين. بقولك إيه؟ إحنا لازم ناخد بالنا كويس اليومين اللي جايين، ناصر يعرف بيتي، جه عندي قبل كده. تقصد إن إحنا نتقابل في حتة تانية؟ لا، أقصد إن إحنا ما نشوفش بعض تاني الفترة دي خالص، لغاية الموضوع يعدي. إيه يا حبيبتي مالك بس؟ هما يومين وهيعدوا والله. كنت جايب واماني نفسي ما الاقيكوش في السرير عشان الاقي كدبه اضحك بيها على نفسي واقول جايه له تقنعيه صالحني ويرضى عني، انما فجره وسافله وبنت بتتحامي فيه، بتتحامي في الرمه ده. حاضر، انا هقتلهولك هو الاول قدام عليك. لا يا ناصر، لا موتك يا ابن. مش ترجع لنعيم بعد ما كنت رايح تقابله فعلا؟ اكيد بابا هو اللي بلغك. انا اللي اتصلت عشان اطمن عليك، يعني ما قدرتش ابعد اكتر من كده. بغض النظر يعني عن الظروف، انت مش هترجع لنعيم، احنا محتاجين لك. خايف تزعلي من صراحتي؟ انا عمري ما ازعل منك يا عيسى. مش هقدر ارجع اشتغل مع ياسر تاني. طب ايه رايك ان هو اللي بعيدني عشان اخليك ترجع؟ متخيل يا سيدي اني هقدر اقنعك؟ تكسفني قدامه بقى ولا هتبيض وشي؟ مش قادر اصدق انه ضاير بالسرعه دي. انت مش قادر تنسى مشكله ساره، مع ان ياسر نفسه نسيها. اشك. نعيم، انت متهم بالشروع في قتل ناصر عبد الحميد، ما اقوالك؟ يا فندم بالعقل كده، لو انا عاوز اقتل حد هجيب اوضه النوم عندي واضربه بالمسدس بتاعه. طب ايه هو اللي يخليه يجي اوضه نومك؟ كان نفسه يبقى معانا عشان يجاوبنا سوا. جاوب على قد السؤال، ايه اللي خلاه يجي اوضه نومك؟ معرفش يا باشا،
انا لقيته داخل عليا وماسك مسدس وعاوز يقتلني بيه. والحقيقه حلوه يا باشا، حاولت ادافع عن نفسي واخد المسدس من ايده. بعدين كمل. مفيش، فضل متبت في المسدس يمين شمال لغايه ما طلعت طلقه من المسدس، بس الحمد لله جت فيه هو مش فيا انا يعني. طب ايه اللي يخلي ناصر يحاول يقتلك؟ عشان رفدته من الشغل، طلع كل اسراري لاهم منافس عندي في السوق وخسرني صفقه ملايين. عندك دليل على اقوالك ديت؟ طبعا يا فندم. اساله ياسر الشواربي اللي اشترى اسراري منه، كمان اساله عيسى الفقي اللي نبهني بخيانته ليه. وكل الموظفين يا باشا عارفين ان انا رفدته من الشغل ونبهت على امني ما يدخلوش عندي تاني. طب يعني هو لما موظف يتفصل من الشركه يقوم رايح قاتل صاحبها برضه؟ لا والله يا باشا، السؤال ده هيتساله هو مش هيتسال انا. هيحصل، هنساله بس لما يفوق من الغيبوبه، عشان هو دلوقتي في العنايه المركزه. طبعا حضرتك نفسك ان هو يموت عشان ما يقولش الحقيقه. ازاي يا باشا عاوزه يموت يعني؟ بالعكس انا عاوزه يعيش عشان يبرأني من التهمه اللي انا فيها دي. لو سمحت يا دكتور، لسه مفيش امل يفوق. حالته مش سهله، الرصاصه كانت قريبه جدا من القلب، نزف كتير قوي. تقصد تقول يعني الاعمار بيد الله، يمكن لو عدينا اليومين الجايين يبقى في امل. بعد اذنك. طيب بعد اذنك يا دكتور لو سمحت. جاي تتأكد إنه مات؟ لا، جاي أطمن عليه. أنت السبب في اللي حصل. لولاك ما كانش نعيم رفض ناصر. ليه؟ هو أنا اللي قلت لناصر يخون نعيم؟ ناصر مش خاين. نعيم جابك مكانه، يعني كده كده كان هيستغنى عنه بسببك. بقول لك إيه؟ ما تهدي كده شوية. لأن أنا أكتر واحد في الدنيا عارف إنك مش خايفة على جوزك. ليه؟ علشان أنت السبب في اللي حصل مش أنا. Thank you.
مش واثق ان هيثم ممكن يكون شافنا. لازم اعرف الحقيقه. هو اللي قالك تسيب البيت؟ رد عليا بتعمل ايه؟ جايز تكون هي ندمانه على غلطها. انا عرفت بالصدفه من ابويا. شاكر قال لي انك سددت له ديونك. ده ممكن نرجع نشتغل مع بعض تاني من غير اي ضغوط. الكلام ده حصل فعلا. انا ما عملتش حاجه تضايقها او تضايقك يا عيسى. بابا وليد من ساعتها وهم شاكين فيا اكتر من الاول. هو يعرف ان انت تبعي. شغلها مع اي حد غيرك. وانت فاهمه ليه؟ مش هقدر اعمل كده، ده دفعه الثمن غالي. افتكرتك نسيتني فعلا. جوزك كسبان القضيه دي من قبل ما ترفعي عليه. كان ممكن يفهمني غلط. اصل هي ظروفها صعبه قوي وانا نفسي اكلمها بصراحه. وايه هي بقى ظروفك؟ دي عايزاني انزل تحت عند رجلها عشان اخد طول الفستان. كلنا غلطنا.